المعارضة تراقب هذه الانتخابات، المعارضة تراقبها من السجون، عندهم إمكانية المراقبة في السجون ولا من الخارج، مطاردين في بطاقات جلب دولية. اليوم نشرت الصحفية شهرة الدعكاشة على صفحتها مراسلة قالت إنها جاءتها من انتربول، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. تعرفوا الصحفية شهرة الدعكاشة من الشخصيات مع صحبة الشخصيات والناس اللي فيهم بطاقات جلب دولية، من بينهم على رأسهم الدكتور محمد مصطفى مرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية. شوفوا الصورة خلفنا، هذه مراسلة من انتربول بتاريخ 1 فبراير يعني جديدة عندنا هذه 3 أيام 4 أيام، تقول لها كونه راهو بتاريخ اليوم هذا راه شهادة عكاشة ماهيش موضوع is not subject، ماهيش موضوع نتاع أي إشارة وإلا طلب بطاقة للانتربول. تعليقك دكتورة هذه؟ بالطبع أنا أتصور أنه لا قيمة لما يقوله، وقد كانت هذه سابقة هذه الأنتربول مع السيد منصف المرزوقي، ونراه الآن يتنقل بكل حرية في كل البلدان، في كل بلدان العالم، في إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، يعني بدون أن يكون هناك أي بطاقة جلب. يعني بطاقة جلب لرئيس مستبد وضع كل منافسيه وخصومه في السجون ومتعلقة به قضايا في الانتهاكات للحريات ولحقوق الإنسان، من حرية التنقل، من حرية التعبير. وليست عكاشة فقط هي الصحفية الوحيدة اللي جاءت وطلبت اللجوء في المهجر، العديد من الشرفاء، من رجال الأعمال، من الصحفيين، من الإعلاميين، محامين نعم، والمستقلين، إما أن يكونوا في السجون أو يكونوا قد اختاروا اللجوء القسري، يعني اللجوء الاضطراري. وبالتالي الوضع الحقوقي في تونس لا يخفى على أحد، ومن يجاري قيس سعيد يعني فهو يزكي هذا الانقلاب، وهو يعني يسيره في عدم احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسهم بالطبع حقوق التعبير وحق التعبير وحق الصحافة والإعلام وحق السفر. نعم. هذا كله مصادر، وهذا كله يعني هذه دولة لا ننسى أنه بمقتضى المحكمة الإفريقية تتعلق بها أحكام في هذه الانتهاكات، وبالتالي كيف يمكن أن يقع احترام بالطبع؟ هذا يمس مصداقية الدولة دكتورة، هذه مؤسسات السراسل، هي مؤسسات قضائية تونسية، هي من رأسها الانتربول وغيره، يمس مباشر مصداقية الدولة. يعني الانتربول والعديد من البرلمانات الغربية والعديد من النشطاء الحقوقيين والعديد يعني ممن وبينوا أنهم قلقون جدا من وضعية حقوق الإنسان في تونس ومن الوضع الذي آلت إليه على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الحقوقي والاجتماعي، هذا لا يخفى على أحد. وبالتالي هذه الدول ليس من صالحها أن يعني أن تلوث وأن تلطخ يديها بالإمضاء على هكذا قرارات، يعني منع سفر ومنع تنقل أو جلب لنشطاء ولحقوقيين، يعني ستبقى وصمة عار. وبالتالي بالطبع أنه لا أحد سوف يسايره وسوف نعم. يطمعه في هذه القرارات التعسفية. في